اظن ده على قدام هلا في 50 واحد راح يبعث لك اياهم في عندنا مجموعه في عندنا ضابطين في مصر الله يجي جايب اكل معك على الرغم من الظروف الجوية الصعبة ومن ظروف المنطقة الجغرافية الصعبة والدعم التركي للمسلحين نحن متقدمين وإن شاء الله رح نطهر كافة سلسلة جبال الزاوية هلا نحن مشرفين على أعلى قمة بجبال الزاوية وسيطرنا على جبل شحشبو ورح نضل نتقدم لحتى نوصل لجسر الشغور والأريحة ورح نطهر كل شبر ببلدنا الحبيب سوريا نحن الآن متواجدين في قرى جبل الزاوي في قرية كوكفين المطلة على سهل الغاب حيث القوات حققت تقدما ساحقا في سهل الغاب ووصلت إلى قرية المنصورة وما بعد قرية المنصورة وسنتابع التقدم والتقدم مستمر حتى أن نطهر جبل الزاوي بالكامل وصولا إلى جبل الأربعين المشرف على أريحة وعلى مدينة جسر الشغور جبل عداد من اليوم الصبح طبعا عندك كلهم ضافوا